فكره ان احنا لازم نركز بقى بالمعنى الحرفي للكلمه في مساله صناعه البطل الاولمبي. يعني امبارح كلنا شفنا الكلام اللي قاله سياده الرئيس، وطبعا كالعاده ما سابش ثغره وما سابش نقطه غير لما اكد من خلالها على اهتمامه بالرياضه واهتمامه بحته تشكيل الانسان والعائلات اللي بينتج عن حسن تربيتها لابنائها ان احنا بنشوف ابطال مستقبليين. صحيح. انا بقى لو هنتكلم بقى على الشق الخاص بسياده الرئيس امبارح وتكريمه طبعا للابطال وغيره، لا هو كان ليه كذا تصريح يا كريم، وتحدث كمان ان هيكون في اطلاق لاسامي الابطال اللي حققوا وحصلوا على يعني ميداليات في اولمبياد طوكيو على بعض المحاور والطرق. ده في حد ذاته ممكن الناس تشوفه او بعض الناس تشوف عادي، لا على فكره هو مش عادي، ده ليه رساله جميله جدا، رساله كبيرة. انت الفكره لما اسمك وانت لسه شاب صغير بيطلق على محور او شارع او اي شيء، ده تكريم عظيم. ده كده يعني اجيال ورا اجيال هيجوا يسالوا مين فريال، مين هدايه، مين فلان، مين فلانه، فقصتك مستمره، تاريخك مستمر، فده شيء فيه تكريم كبير جدا. وزي ما احنا دايما بنقول الدعم المعنوي اعتقد طبعا يعني بيكون كمان اكتر بكتير واحسن بكتير وافضل بكتير واهم بكتير من الدعم المادي. دي نقطه. ده غير طبعا المكاسب الماليه اللي كنا اتكلمنا مع حضراتكم هيحصلوا عليها في حال الفوز بالميداليه الذهبيه او البرونزيه او الفضيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا برضو لفتت نظري جدا، وده تصريح كان عن سياده الرئيس وهو تحدث يا كريم، قال تحديدا كده، قال ان المجهودات المبذوله في الفتره الماضيه لتطوير الرياضه المصريه، شوف بقى الجمله اللي جايه دي، ليست كافيه لتحقيق انجازات رياضيه كبيره. شوف لما انت تيجي تتكلم من منطلق في شفافيه وفي صدق، انا دلوقتي بعمل المجهود، انا دلوقتي بعمل اهتمام، انا دلوقتي بعمل دعم، ولكن غير كافي، انا عايز ازود الناس دي باهتمام ودعم ورعايه وغيره وغيره. ففي جهود كانت مبذوله في فكره عدد كبير من انشاءات يعني خاصه بالمنشآت الرياضيه والمدن الرياضيه في الفتره اللي فاتت، ولكن برضو ده غير كافي. فكون ان الرئيس يتحدث بهذا الشكل، انا اعتقد ان ده هيكون ليه مدلول كبير جدا. واعتقد ايضا لما نيجي نتكلم في باريس 2024 فهيبقى في كلام تاني خالص. برضو من النقط اللي في منتهى الاهميه اللي وقف عندها سياده الرئيس، فكره ان البطل ده مش بطل مع نفسه كده، مش لوحده، ده في اسره كامله هي كمان يتقال عليها من الابطال، ان هم احسنوا التنشئه، احسنوا التربيه، شافوا الملكه او الموهبه اللي عند ابنهم، اشتغلوا عليها، ضحوا بحاجات كتير قوي، زي ما على فكره ده اللي حصل مع اهالي كل الابطال الاولمبيين وغير الاولمبيين في اي رياضه. يعني فعلا اي بطل هو صناعه اهله قبل اي حاجه، قبل حتى المدربين، ويمكن يعني بالتوازي كده مع موهبته هو شخصيا. فدي برضو نقطه لم يخفلها السيد الرئيس، اتكلم على ان زي بطلتنا في ريال هي مش بطله لوحدها، عندها اسره بالكامل يتقال عليهم ابطال دعموها، وقدم الدعوه المفتوحه لكل اولياء الامور ولكل الاهالي ان هم فعلا يحسنوا التنشئه ويحسنوا التربيه بما يعود في النهايه بكل الخير على اولادهم هم شخصيا، وبطبيعه الحال هم كمان هيسعدوا. انت متخيله احساس اي اب او اي ام وهم قاعدين زي الفيديوهات اللي شفناها قاعدين عبر الشاشات بيتفرجوا على ابنهم او بنتهم وهي بتتكرم عالميا، واقفه على منصه التتويج، عالم مصر بيترفع، النشيد المصري بيتسمع، كلها حاجات تدعو للفخر لينا كلنا. والنقطه بقى اللي لفتت نظري بصراحه كمان وانا عديت عليها انا وانت الاسبوع اللي فات سريعا، بس هي لازم نقف عندها تاني، لان هي كانت متكرره ومشاهد كانت محترمه وناس كتير جدا من دول كتيره قوي عربيه على كانت يعني عامله شير والصور والتعليقات والتويتات، فكره دعم البعثات العربيه لبعض. يعني دي كانت حاجه محترمه بجد. يعني لو حضراتكم تابعتوا، ما اعرفش مش كل الناس بتتابع يعني كل المنافسات، ولكن شوفوا قد ايه لما بيبقى في مثلا مصري بيلعب او سعودي بيلعب او مغربي بيلعب اي او اردني بيلعب، كان كل الجاليات بتبقى مع بعض العربيه وبتشجع بعض وهتافات وتويتات بعد كده. يعني هو ده او هي دي الروح اللي احنا دايما كنا بنتكلم عنها، ويعني والله فعلا تحس كده تاني ان ايه العرب الرياضه بتقربنا من بعض. فدي حاجه كانت جميله جدا، انا انبسطت لما شفت ده وشفت كم الشعب كمان مش بس الناس هناك، لا الشعوب كمان بتهني بعض، فكانت لفته محترمه جدا.